جائزة اختيار الجمهور عن فئة الأفلام الوثائقية ذهبت إلى فيلم خوف لعلي حجازي من مصر، يستلمها عنه بطل الفيلم إسلام حسين. تفضل. يعبر الشخص من خلال الفيلم عن مشاعره التي يعتقد أنها تسهل عليه التعامل معها. يتحدث عن مقتطفات من طفولته حيث اعتاد على الخوف وتربى على الخوف. يعترف أن وضعه المالي المتواضع يمنعه من زيارة أخصائي ويثقله بمخاوف المستقبل من عدم القدرة على تحمل نفقات الطعام والحياة الكريمة. تفضل إسلام، أهلا وسهلا. شكرا 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 منتور عربية، شكرا المملكة في استضافتنا، وبنقل اعتذار علي حجازي المنتج ومخرج الفيلم ان هو ما قدرش ان هو يكون حاضر. ويعني الفيلم كانت عبارة يعني مننا ان احنا نقدر نحاول نوصل للناس محاولة ان التعبير عن مخاوفهم والتعبير عن يعني مشاكلهم في الحياة ممكن ازاي يأثر على تخطيها او تجاوزها بشكل ما او باخر. وشكرا منتور، شكرا جميعا. ألف مبروك، ألف مبروك إسلام، شكرا لك.